في إطار التنسيق لدور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة، حدثت مشاورات بين نواب مجلس الأمة إنجاز تقرير اللجنة المالية البرلمانية لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية لخفض سن التقاعد للمؤمن عليهم دون الاعتداد بالسن المحددة. والحديث أكثر حول هذا الموضوع نرحب بالنائب علي الدغماسي رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية. حياك الله، صبحك الله بالخير يا أبو سالم. الله يطول عمرك. يا هلا فيك ابو سالم. يعني في البدايه خفض السن التقاعدي، يعني هذا مطلب نيابي راح يكون ان شاء الله في الدور العقادي القادم، فيا ريت تكلمنا عن هذا الاقتراح. اول شيء لابد تصير واضحه يعني لكم وللمشاهدين القصه. انا منذ دخولي العمل البرلماني مهتم بقضيه ايجاد فرص عمل للكويتيين على مدى المجالس اللي دخلتها الست، وعلى مدى يعني هذا الوقت وفي مجالس متعددة وأدوار متعددة دائما أطرح القضية للنقاش وأفعل أدواتي الدستورية بهذا الإطار في محاولة للوصول إلى حل هذه الأزمة. في مشكلة بالكويت، الخطأ أن الناس تعتقد أن المشكلة هي محصورة في شاب يبحث عن عمل. لا، هي مشكلة للدولة وللمجتمع ولهالشبان. المجتمع اليوم في ناس متقاعدين يصرف له على 3 جامعيين قاعدين عنده بالبيت، أو 3 عندهم ثانوية عامة وكذا. طيب يعني هذا متقاعد او متقاعده تصرف على شاب جامعي؟ هذا كلام مو منطقي. اذا هناك مشكله. كل الكلام من الحكومه، من المجلس، من النواب، من جمعياتنا في العام، من الاعلاميين، ان هناك مشكله. طيب شنو الحل؟ ان نكفي نحكي ان في مشكله طيب شنو الحل؟ من ضمن الحلول اللي انا اقترحها حسب ما ارى بخبرتي المتواضعه ان يكون هناك تعديلا لقانون التامينات الاجتماعيه، بحيث ان انا اللي بيطلع تقاعد بدون شرط العمر او اخفض المده واخليه يتخذ قراره ويتوكل على الله، هذا سيخلق لي فرص عمل، فتعطي فرصه حق الشباب. هذا واحد. اثنين، هناك فهم خاطئ ان انت قاعد تجبر الناس على التقاعد. لا يا اخي، انت بتقعد اقعد بس بالنهايه انا بطلع، ليش تلزمني؟ يعني اليوم انت بجهاز الايفون هذا اللي عندك تبيع وتشتري وتحول وتحجز موعد، يعني احنا مو محتاجين هذا الكم الكبير من الموظفين. احنا نعرف بلدنا صغيره، وخلنا نتكلم شفافيه، يعني الوظيفه اليوم جزء من التزام الدوله الدستوري تجاه مواطنيها ان توفر لهم فرص عمل. خلينا نتعاون على هذا الاطار. المجلس الحالي في اول يوم داومت فيه تقدمت بقانون خفض سن التقاعد حتى اجد حل لعشرات الالاف من الكويتيين العاطلين، واللي مع الاسف ان فيه عشرات الالاف من الوافدين يشتغلون في الحكومه وماكو فرص عمل. مع الاحترام لكل اخواننا الوافدين، لكن انا ابن البلد لي حق. هذا الاقتراح بقانون مر في الخطوات التشريعيه، راح للجنه التشريعيه اللي هي المحطه الاولى ووافقت عليه. حلو. وراح للجنه الماليه ودرسته مع مجموعه من اقتراحات من متوفره لديها ووافقت عليه. اذا حنا قدمنا الاقتراح، خذينا موافقه التشريعيه، خذينا موافقه الماليه، بقى الان انه نعرض هذا الامر على الساده اعضاء مجلس الامه. وانا قدمت طلب ويعني قاعد اشتغل عليه انه يكون في تقديم على ما عداه من القضايا، بحيث انه يكون لدينا فرصه لان نقر قانون خفض سن التقاعد. انا اؤكد لك بهذا الاجراء في وجهه نظري سنصل الى عشرات الالاف من الوظائف، وسنخفف العبء ونحل مشكله. انا قاعد اطرح حل. يعني مسالم، هذا انت اللي قاعد تشوفه حق شيء مستقبل، ما هو بس حق تقاعد وسن التقاعد، انت قاعد تشوف حتى حق الشباب الجيل الجديد انه يلقى له وظيفه. كل لغه فيها اخذ وعطاء، الا لغه الارقام ما فيها اخذ وعطاء. 1+1=2، هذا قبل 100 سنه وبعد 100 سنه. الارقام تقول انك انت امام مشكله كبيره جايه، وهذا كلام قلته 50 مره مثبت بالمضابط وبالمحاضر. تدري عدد الكويتيين كم؟ 1,300,000. تدري 50% منهم كم؟ تحت سن العشرين. يعني تحت سن العشرين يعني حنا كلنا في الاستديو هذول نعتبر من يعني هذا الناس وين رايحه؟ وين جايه؟ انت قاعد تصرف عليه وتتعب، وين رايح؟ وين راح يلقى فرصه عمل اذا انت اليوم بلشان؟ فالبعض يعتقد انه والله هذه العمليه عمليه والله انه مداعبه للناس او مصلحه لهم، او انه والله انت قاعد تميلح عند. لا لا، انا قاعد اطرح حل، انت عندك حل عطني اياه. لكن مو كل يوم تجيني في المجلس كحكومه او كمسؤول وتقول والله عندنا مشكله بطاله واحنا مستعدين نضع حلول. طيب تضع حلول؟ انا قاعد اقول لك الان، انا صار لي 10 سنوات في المجلس، كل سنه تسمع نفس الخطاب ونفس. طيب وبعدين العدد قاعد يرتفع، اذا وين المشكله؟
من ضمن الحلول اللي انا قاعد اطرحها ان يكون هناك تخفيض. اول شيء انا اخفض في قضيه خطيره ايضا لازم تكون على بالك وما تنساها. انت اليوم شاب متزوج راح يجي لك اولاد، الله يبارك لك في اولادك واولاد المسلمين. آمين. كل ما تطول خدمتك كل ما يكون عيالك يسحبون منك، هاي الميه تتزوج الله يسهل عليها وهذا الولد يتوظف، وبالتالي انت راتبك بدال ما هو يكون يعني في حاله نمو لا قاعد يشيلون منك 50 50 50 50 50، تطلع انت مكسر. اذا انا قاعد اخلق حاله من الفقر في المجتمع. انا قاعد اقول واتمنى ان تصل رسالتي واضحه، اي انفاق على الكويتيين، اي انفاق على الاسر الكويتيه، على المتقاعدين، على الطلبه، اي انفاق ترى مو خساره، لان هذه فلوس الكويت بالكويت. بالكويت فعلا. صح. صح. وقاعد تتداور، هذا شاري تلفون، هذا شاري سياره، هذا باني بيته، هذا شاري له عقال، هذا شاري له جداشه، هذا رايح مطعم بالكويت. انت عندك 21 مليار، هذا مو كلامي، هذا كلام التقارير الاقتصاديه. قاعد تطلع منك كل راس سنه تحويلات حق اخواننا الاعزاء اللي هم. طيب يا اخي انا ما قاعد اخسر، انا فلوسي عندي دهنا مكبتنا مثل ما قاعد يقول. انا قاعد احاول اجد حل، وصدقني انا يعني على يقين ان يعني ما حد معترض على مصلحه الكويت بما في ذلك الحكومه. لذلك انا حقيقه غريت خبر بالقبس قبل فتره بان علمت القبس بان الحكومه تتجه الى مساله رفض القانون. طيب عطنا فرصه نتناقش معاك، نتكلم معاك، ربما نقنعك، هذا الراي الاخر لازم نسمعه. لذا انا اسوق نداء من هني لاخواننا في الحكومه، خلونا نتحاور وخلونا نصل الى حلول، وقول اللي عندك واقول اللي عندي، بس بالنهايه خلنا نجد حل للمشكله وماكو حل. زين ابو سالم، خلينا نتكلم عن سن الحين التقاعد، كم الحين الحالي؟ في جدل، انت تقول والله انا اقول 15، انا بالنسبه لي المره ودي ان المره تتخدم لها 10 سنوات وتروح، انا ودي. اي بس احنا اول شيء نبي نعرف انت شنو الحين كم؟ لا العدد ما اقدر انا الزم، مو 20 حق 20 للرجل و15 للمره. بس بالنهاية قد يجي رأي ثاني، هذا الرأي مو رأي علي، هذا علي قدم رأيه وقاله وافقوا عليه اللجنة، لكن المجلس هو سيد قراراته. ربما تكون في آراء تقول الحكومة ممكن تعاون معاك وصلة مثل 25 وانت انزل كذا، يكون في حالة ما يسمى بالتفاوض السياسي المرن للوصول إلى الهدف، إن متفقين احنا على أن هناك مشكلة نريد حل. أنا أعتقد أن أول الحل أن الحين ما نتجادل على كم وكذا ومكاسر، لا أول حل أن نتفق أنه لابد ان نقر هذا القانون عدله. اثنين ندخل في كذا، انا لما اجي اقول المراه انا بيها تقعد لها 10 15 سنه ليش يعني؟ انا اكيد عندي هدف، يعني شنو هدفي؟ يا اخي هذه انا يعني ما شعرت باهميه دور المراه كثر لما كبرت وتعلمت وتزوجت، شكل عليها مسؤوليات بيت وعيال وتربيه وكذا. يا اخي مو غلط، خلها تقوم دورها باتجاه الدولة. ما انت قاعد تعطيها مساعدة ببلاش، اذا قاعد خدمتك 10 سنوات الحين 15 سنة وخل تقوم بالدور الاهم اللي هو تربية النشء، بدل ما يربى على يد يعني مربية او عمالة منزلية او الى اخره. ولكن الحل يظل في اختلاف بيني وبينك وبين اختي وبين الوزير فلان والنائب فلان وكذا والصحفي فلان، حوار. لكن بالنتيجة منو فينا ضد المصلحة العامة؟ يعني في متقاعد أو في مواطن كويتي مع هدر الأموال وإيذاء خزينة الدولة؟ هذا كلام كبير، ما حد ضده، كلنا معاه. لكن خزينة الدولة ما تكون على المتقاعد والمواطن، إذا بتوفر عندك مناحي أخرى روح وفر فيها، حنفيات صرف كثيرة راح أسكرها. هذا الموضوع كثير مهم، لأنه راح يخدم المتقاعد ويخدم الموظف ويخدم الشاب، وبالتبعية يخدم المجتمع. نعم ابو سالم، بالنسبه لك سلبيات قانون سن التقاعد شنو هي؟ هل هي كثيره قاعد تشوفها ومحتاجه فعلا هذا التغيير؟ ثلاث اشياء. واحد اثنين ثلاث، مثل ما قلت لك قاعد كل ما تطول خدمته ويتعب كل ما يروحون راتبه يشيلون منها الاولاد، هذه السلبيه الاولى. السلبيه الثانيه انه حاجز درجه، احنا ساعد نجي حق الوزاره مهندسين نقول مهندس خليه يشتغل، والله ماكو درجه شو اسوي؟ ماكو ميزانيه. وهو ما يلام صح كلامه، لانه ماكو بوكس حق هذا الموظف، راتب ماله شلون اوظفه؟ طيب هاي تقاعد، من سلبياته انه يحجز درجات. تقول لي تعال الحين الوافدين لما يشتغلون في الحكومه ما يشتغل من باب الديوان، احنا عرفنا تسجل بالديوان وانطر رقمك وهذا، والقصه تعرفها انت كلها، كل الناس يعرفونها. الوافد لا، انت تشوفهم كل مكان قاعد يشتغلون، ليش شلون قاعد يشتغل اذا مو عن طريق الديوان؟ والله ببند الاستعانه. طيب شغل الكويتي بند الاستعانه، شوف له شاره مني، لا والله ما نقدر الكويتي، لازم الديوان، لازم يوقف ينطر مثل طابور السكن. يا اخي هذه مشكله، من يحلها؟ اذا انا مجلس امه وانت حكومه ما نحلها، من يحلها؟ نكتب تغريده بتويتر ولا كذا؟ انا اريد مثل ما قلت لك في بدايه كلامي ان
نؤمن بأن هناك مشكلة وأن لابد أن يكون هناك. يعني ما قاعد يسهلون على الكويتيين كذي. مو قاعد ما يسهلون، هم بالنهاية حتى في الجانب المعسكر الحكومي، أنا ما بكون من أصحاب المزايدات وأطلق. لا أنا بتكلم بواقعية، حتى اللي في الحكومة بديوخ المدنية هذول الكويتيين بعد عندهم عيال وحالهم حالك. لكن مثل ما قاعد أقول لك، علينا أن لا نتنصل من مسؤولياتنا، وبناء على ما سبق إحنا أصحاب القرار، وحنا مسؤولين أمام الله ثم أمام الشعب الكويتي، وحنا ممثلين الأمة، وحنا قاعدين نقترح ونقول أفكارنا. هات ما لديك، بس لا تجي تقولي باكر عزك ثواري. أنا مو مع أن يكون في ضرر على التأمينات، لا، أنا فخور في وجود مؤسسات القصر والتأمينات والطاقة المدنية، هذه الكويت. لكن أنت ايش عندك حل تقول لي ما يصير الكويتي قاعد بالديوان وأنت تعين لي آلاف الوافدين بالوزارات بند الاستعانة وبند الشركة الفلانية وبند كذا، وهذا قاعد طايح ينطر بالديوان ويشكل عبء على أسرته، وبالتبعية يشكل عبء على المجتمع، وبالتبعية كذا. أنت الآن كشاب يجي واحد يخطب منك لو كان مهندس ما عنده وظيفة تزوجه، دخلت مشكلة ثانية الحين. أنا والله عنوسة، نعم صح. أنا نسوي دراسة كاملة تؤدي إلى العنوسة، تؤدي إلى تفكك أسري، ناس واحد عنده 3-4 أطفال قاعد ينتظر الديوان ما يلقى وظيفة، تؤدي إلى تدني الروح المعنوية والولاء. حتى مو شغلة، مو قضية عادية. الدليل على كلامي شنو؟ انظروا إلى حكومات العالم المختلفة، التحدي الأكبر مالهم البطالة وإيجاد فرص العمل، بدءا من حملة الرئيس الأمريكي ومرورا بكل الرؤساء. مو سهلة هذه، أرزاق الناس. ليش قالوا في الحكمة قطع العناق ولا قطع الأرزاق؟ أنت قاعد تقطع رزقه وبحسن نية، طالما انت قاعدة بالديوان 6-7 سنين قاعد بالديوان، انت قاعد تقطع رزقه، قاعد توقفه وقاعد يشوف بعينه انه غير الكويتي يشتغل وهو واقف. ما يصير. مسالم، الحين يقولون في تخوف من النواب انه هذا راح ينرفض هالاقتراح. وارد انه يرفض، انا بقول حق الكويتيين كلهم يسمعوني. شنو راح تسوون اذا انرفض؟ انا جايك بلعب على الهواء، قاعد اكلمك انا. انا النواب يعني على يقين كلهم بدون استثناء تهمهم مصلحة البلد والاقتصاد والمجتمع. حلو. لكن في النتيجة كل واحد مسؤول عن قراره ورأيه. أنا هذا ما لدي، وهذه هذا قاعد أكلمك الآن. أنا مو بس صاحب مقترح، أنا قدمت اقتراح بقانون وفي نواب غيري قدموا كثير. 1-2 اللجنة وافقت الأولى تشريعية، والثانية وافقت وقرأت رأي التأمينات وهو وارد هني. طبعا سلفا هم رافضين، لا يشوفون التأمينات. أنا ما أشوف التأمينات، أنا أشوف الكويت، أشوف المجتمع، الناحية الاجتماعية عندي أنا مسؤول. رفضوا النواب، هذه مسؤوليتهم. وافقوا النواب، هذه مسؤوليتهم. ولا يعني ما راح أقول حق أحد شكرا، هذا واجب علينا كلنا. الحكومة لديها أفكار أعظم من أفكارنا وتحل مشكلتنا. إحنا طلبت حل، مو طلبت مشاكل. اللي نبي اني اعجل في التقاعد عشان اوفر فرص عمل، اللي ابيه اني احمي المتقاعد من وقف شيلة عياله منه وعلاواته عشان يسلم على راتبه، اللي ابيه انه يكون في حلول من ضمن الافكار اللي قاعد اطرحها. قدمنا حلول كثيره، وقف الاستعانة، ما استعانة يا أخي، تستعين افتح الكويتي إن استعين فيه، اخذه قول له والله هذا كذا، بدال أنت ما تخلي قاعد يعني ينتظر هالطابور. هذا الطابور قاعد يطول وكل يوم قاعد يزيد. صح. اي هذه المشكله. يعني ابو سالم خلينا نتكلم له، هل تملكون الاغلبيه البرلمانيه لمثل هذا اللي وفقا للدستور الاكيد واللائحه لتمرير هذا الاقتراح؟ اتامل ذلك. انا يعني منفتح على كل التيارات السياسيه وكل الزملاء النواب، وعلى يقين باهتمامهم، وهم بالنهايه ممثلين الامه يعني، وحتى الجانب الحكومي. بس شوفي، هذه قضيه يعني لا نتكسف فيها، هذه قضية وطنية كبرى. أنا أعتقد حتى الحكومة من واقع بياناتها من رئيس الحكومة والوزراء وغيره، الكل يؤكد على ضرورة أن نجد حل. يا جماعة وين الحل؟ أنا قاعد أقول لكم هذا الحل. شي بيصير خسارة عليكم، نزلتوا لكم خسرتوا لكم بالمصلحة هذه مثل هالكثر 200 مليون 300 مليون، ما أنت كدولة قاعد تساعد الدول الأخرى لحل مشاكلها بمبالغ أكبر من ذلك. طيب حل مشكلتي، أنا عندي مشكلة. يمكن تشوفين هذا الانفعال اللي عندي، لأن لما ترجعين للتاريخ لقينا 10 سنوات هالحكي قاعدين نقوله مكرر من زمان. لكن الرقم قاعد يزيد. إذا احنا أمام خطر محدق. أعطيك معلومة، في عام 99 قبل 18 سنة في وزير في الحكومة كان مسؤول عن التنمية الإدارية اسمه علي الزميع، دكتور علي الزميع، هو موجود الآن ممكن تستضيفونه، وقف في المجلس وقال قدام الناس نحن أمة في خطر.
بسبب قضية. وفعلا اليوم احنا قاعدين نقلق نقلق نقلق. طيب ما هو الحل؟ يعني الحديث عن المشكلة ما راح يحلها، راح يحلها اتخاذ إجراءات. ما هي الإجراءات؟ واحد، وقف الاستعانة بتستعين استعين الكويتيين. اثنين، خفض سن التقاعد. ثلاثة، ادفع باتجاه القطاع الخاص ان يكون كأمانا وظيفيا للناس واستقرار، مو شغله اليوم باشر قاضي بالباب وقضية مسرحين ما مسرحين، عشان تجد حل لهالمشكلة. انزين ابو سالم، الحين اللي انت قاعد تحطونه هذا في سلبيات اكيد صح؟ ما في شك، ما في عمل كامل. شنو السلبية؟ كل قانون في الدنيا هو تشريعا انسانيا. التشريع الالهي هو اللي ما فيه عيوب، سبحان الله وتعالى. قانون الزكاه، قانون الارث، قانون هذا على مر هذه يعني عظمه رب العزه والجلال. طالما في قانون في مثالب. شنو المثالب؟ انا من وجهه نظري ان لا تذكر هذه المثالب امام انك تحل مشكله بهالحجم. بمعنى انا قرات راي التامينات وادعوك الى غيراته، انه والله ويؤدي الى كذا، ماشي يعني انت اللي بتقولها بالحكي هالمذكرات، شو بتقول؟ بتقول عليها ضرر مالي هالكثر ممكن، لكن في المقابل انا قاعد اشوف فكرتي ابعد، ان انت حليت مشكله، ان انت حطيت بيزاتك بالبلد اللي انت صرفته هني راح يرد يدوس بالسوق المحلي ويشتغل ويروح البنك وكذا بالكويت. المثالب اللي فيه من وجهه نظري لا تذكر، ربما لدى الاخرين راي يحكم بيني وبينهم التصويت. صوت انت باتجاه الموافقه او الاعتراض او غيره. ومثل ما قلت لك نحن مطالبين بمرونه سياسيه. بمعنى هذا مقترح علي الدقباسي، انت ايش رايك؟ انت ايش رايك؟ الاطراف كلها ونصل الى اتفاق. يا رجل احنا ما راح نسوي مفاعل نووي، ما راح نسوي صاروخ، احنا راح نسوي فرص عمل لموظفينا، لاهلنا، لعيالنا، ولدك، ولد اخوك، ولدك، ولد اخوك، ولجيرانكم. المشكله مو سهله، اليوم كل بيت فيه احد عاطل، واذا ما كان في عاطل بيت جيرانهم، واذا مو بيت جيرانهم متخالطه. ما في اليوم تداخلك في نفق، يعني مثل قضيه السكن. نص الشعب الكويتي اليوم يسكن بالايجار. صح. ليش؟ لان انت ما وضعت حلول مسبقا يعني للمرحله الحاليه. نظره مستقبليه. روح لا تقول لي والله شوف الدوله الفلانيه سبقتنا والدوله كذا سبقتنا، اكيد بتسبقك الناس اللي تتخذ خطوات وحلول، هي اللي راح توصل. اما انت بس تحكي على المشكله، في مشكله في مشكله في مشكله وما تقدم حلول، شلون تنحل الناس؟ انا اقدر اصيح هنا اقول لك والله في مشكله بالسكن، وانه والله الاسر ضاجت والايجارات غاليه، زين وبعدين؟ منو ما يعرف؟ طالب الابتدائي يعرف هالقصص هذه كلها. انت غير، انا نائب يا ولد عمي. اقصد نائب شنو؟ ان انا يعني يفترض بي ان اجد حل، هذا ما اراه، عندك افضل منه، جيبه. فيما يتعلق بازمه السكن، فيما يتعلق بازمه الوظيفه، فيما يتعلق بازمه البطاله، وانت رايح. نعم. ما ابي اثقل عليكم، لكن انا اعتقد ان نحن الان امام يعني مرحله مهمه، ولابد يعرف الجميع ان ان تاخرنا باتخاذ اجراءات فنحن امام مشكله وازمه كبيره، طالما انا حذرت منها اللي هي ازمه البطاله بالكويت. تمام، بس علم في حاله تم اقرار هذه الرغبه البرلمانيه، اكيد في بعض الكفاءات. رغبه قانون. هذا القانون ان شاء الله. اي اكيد في بعض الكفاءات الوطنيه ستلجا للتقاعد، هل في خطه لهم ليعني اكتسابهم وانه ما تضيع هالخبره والاستفاده منهم من بعد ما يلجؤون للتقاعد؟ كحكومه الكويت جابوا متقاعدين وحطوهم وكلاء وزارات، كانوا موجودين يطلعون تقاعد وردونا يحطونه وكلاء وزاره. حكومه الكويت، وما بيقول اسماء فلان وفلان وفلان لانه مو موجود يجاوب، مو من شيمتي. انا ما قاعد اجبر الناس على التقاعد، هذا فهم خاطئ. انت بتطلعين الله وياك، يكون في اختيار يعني. انت بتقعد اقعد، انا رقم واحد. رقم اثنين، انت بتقعدني وما عندي امتيازات او انا حالي حال ما يشتغل، هذه قضيه يعني ناخذ ونعطي فيها. وبعدين اليوم مثل ما قاعد اقول لك يعني العالم اصبح سهل وبسيط بالجهاز هذا، تسوين كل شيء. احنا مو محتاجين يعني ان 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 يعني نجامل بعض. انا قاعد اقول لك الوظيفه هي التزام من الدوله تجاه المجتمع ان توفر له فرص عمل. كونه هو عنده خبره وانسان زين وهذا، بارك الله فيك، حط له بند وجيب قول هذه كفاءات. بس كفاءات تشغله وما تعطيه قروش. اليوم اللي يشتغلون بالحكومه تعرفين، وانا اعرف اللي يشتغل واللي ما يشتغل متساوي. لا، واللي عنده واسطه بعد يترقى، واللي ما عنده يروح. يقول لا مبالغ اخ علي، انت قاعد تبالغ. لا مو قاعد ابالغ، روح المحكمه وكل يوم تشوف قرارات اداريه تطلع بابطال قرارات، ابطال قرارات وزراء وابطال قرارات كذا. ليش ابطالها؟ لان قاعد يحطون واحد يعني ادوم من مستوى المستحق. هذا مو انا قاعد اقول، احكام قضائيه. انا اللي اريد ان اقوله، الحكومه عليها ان تتهيئ للمرحله الجايه وتتحمل مسؤولياتها. ابرز المسؤوليات ان يعالجون هذا التفاقم الخطير في اعداد العاطلين عن العمل.
انزين ابو سالم، راح تحاسبون الحكومه ولا ما راح تحاسبون اذا ما وافقوا؟ يعني في استجوابات ولا ما في استجوابات؟ المنطق يقول انك انت تتدرج في مسؤولياتك، يعني انت تبدا بالاقتراح برغبه مثل ما قالت بنتي، وبعدين تصل الى مساله الاقتراح بقانون وحشد نيابي، وتصل الى السؤال، وتصل الى مناقشه، تدرج. اما انا اقول لك هني هذه قضيتي اللي انا يعني ماني احسن من غيري، لكن استشعرها واحسها ومتبنيها من 10 سنوات، ويكفي ان اللي حذرنا منه قاعدين نشوفه في ظل عدم استقرار سياسي، انت عارف مجلس وحل وحكومه جديده والى اخره. اللي اريد اقوله باختصار شديد انه احنا المحك بيننا التعاون على هذا القانون. يمكن هذه الحكومه افكار جيده، خلينا نسمع، لكن بالنهايه اذا ما كان في حل المشكله بات من مسؤولياتي اني اسائل على يعني هذا الهدر في صرف اموال لوافدين يعينون على بند الاستعانه. يعني راح يكون طريق شلون استعانه؟ انت شو مستعني فيها؟ شو بيسوي يعني خبير بالطاقه النوويه بالله؟ لا موظف قاعد تضبك يشتغلون في بالمكان. قصدك منو؟ الوافدين؟ انا الوافدين اخوان، وانا كل انسان عندي بدون جنسيته له حق الاحترام والتبجيل، لكن انا لازم يفهمون ان انا اليوم عندي مشكله، ولازم ان انا يعني احل مشكلتي. انا عندي عيال صرفت عليه. اي بس في وافدين، في مستشارين يكونون. اهلا وسهلا، ما عندي مشكله. لا وانت محتاجه اخذه. بس انت لا تقول لي يعني دكتور، لا تقول لي خبير، لا تقول لي هذا، لا تقول لي مصور، ما عندي مشكله. انت محتاجه اخذه. بس انا من يتبناني؟ تقدر انت تضغط على حكومه من حكومات العالم العربي تتبنى توظيف الكويتيين؟ يلا روح. روح، انت قاعد تدفع صندوق تنميه حق القروض، ما تقدر، لان الناس قضيه البطاله قضيه مو سهله. انا قاعد اقول لك مؤشر نجاح، لذلك خلينا نتعاون، واكرر نتعاون لحل المشكله بدالا من ان احنا نقول والله احنا عندنا مشكلة. هذا بيدكم يا نواف. الحكومه يقولون أكيد عندنا مشكله، المجلس يقول عندنا مشكله، زين وبعدين؟ لمتى؟ طيب انا رجال نائب علي مسؤوليه، الله يسالني، وناخبي بعد ذلك يسالني. انت قاعد بالديوانيه، انت اعلامي، تكتب لك كلمتين بالجريده، قول. بس انا لا، حتى الناس لما نكتب يقول تعال يا اخي انت نائب جاي تقول لنا في مشكله؟ نادري في مشكله، انت حللنا. احسنت، رحم الله والديك. عدل ابو سالم. اوكي، كلمه يعني اخيره. كلمه اخيره ابو سالم، انا بنطول عليك، توجهها للحكومه والنواب اكيد وللشعب الكويتي. والله انا اعتقد ان احنا كلنا مركب واحد، وترى انا اقول هالكلام وانا مؤمن فيه، باختلاف الوان الطيف السياسي وتوجهاتنا وافكارنا ومعتقداتنا. اليوم احنا امام يعني محك البلد، يعني انا من النواب اللي قاطعت العمل السياسي لفتره، واليوم انا عدت لايماني بان يعني المكان الطبيعي للتعاون والانجاز هو مجلس الامه. اليوم احنا امام مرحله، دور العقاد اللي مضى كان دون طموحي، كان وكان موقفي فيما يتعلق بالميزانيات واضح ورافضها كلها، لان ماكو حل حق الكويتيين، قاعد توظف وافد ومخلي كويتي، هذا موقف. الكلمة الأخيرة هي أن يعني كفى جدلا وحان وقت العمل، ووقت العمل مو بالكلام، بتقديم إنجاز. صح، تقديم إنجاز. شو الإنجاز؟ خفض هالأرقام، لا تسولف لي تقولي في مشكلة، لا خفض هالأرقام، اسعد الناس. رحم الله والديك. والديك يا أبو سالم، وقواك الله ويعطيك العافية، وإن شاء الله يعني نستبشر خير في إن شاء الله. أنا على يقين والله باهتمام الكل، بما فيهم حتى الحكومة، بس أنا باهتمام مع قرار، مو اهتمام بدون قرار تقولي في مشكلة، لا. إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا لك. كان ويانا نائب علي الدغباسي عضو مجلس الأمة. كذي خلصنا، وقواك الله ويعطيك العافية. أهلا وسهلا فيك، وإن شاء الله تكون يعني كلماتنا مفيدة. إن شاء الله. وعملنا مفيد. إن شاء الله.